في مثل هذه الأيام من عام 1995 رحل عنا الأستاذ الدكتور علي وردي، عالم الاجتماع العراقي الكبير، ولعله من أشهر المؤلفين العراقيين على كل المستويات. اهتم بتاريخ العراق في القرون الخمسة الأخيرة لإثبات أن الترسبات التي كانت في المجتمع العراقي في القرون الماضية وبقيت في المجتمع العراقي كان يمكن أن تبسر اجتماعيا، ووضع هذه الفرضيات الثلاث التي قال إنها ليست من عندياتي وإنما نقلها واحد من ابن خلدون وآخرين. لأن الحديث عن علي الوردي يفتح لنا سجالا ويثير جدلا نحن نحتاج إليه اليوم في ظل هذه التقاطعات، في ظل هذه الانعطافات الاجتماعية والسياسية والثقافية، والحديث عن جذورها التاريخية عدة مفهومية عدة علمية حتى من خلالها أن يناقش هذه الانهيارات، لأن الانهيار المكان يعني حينما نتحدث عن الجزئية الثالثة يعني صراع البداوة والحضارة باعتبار أن العراق هو محاذي للصحراء، وبالتالي أن ثقافة البداوة هي جزء من المركزية الثقافية التي يمكن أن تتحول إلى قيمة ثقافية، إلى قيمة عصابية، وبالتالي إلى سلوك يمكن أن تضغط على المدينة، وبالتالي أن المدينة بمفهومها التجاري، بمفهومها الثقافي، بمفهومها الاجتماعي إلى حد ما تشكل نوع من البنية المغلقة إزاء بنية الصحراء المفتوحة. نحن كمتخصصين في العلوم الاجتماعية والإنسانية، هل لو أن الوردي يعيش بيننا في الوقت الحاضر، هل كان يعيد نفس فرضياته في محاولة لفهم المجتمع العراقي يعني في الثمانينات والتسعينات وما بعد 2003؟ بالتأكيد لا. هل استطعنا أن نخرج عالما بمستوى الوردي يعيد قراءة المجتمع العراقي ومشكلات المجتمع العراقي من خلال الدراسات الميدانية؟ وكان الوردي يعني بارعا في الدراسات الميدانية وفي استخدام العمليات الشائعة في ذلك الوقت، وهو التجول في المقاهي والحديث مع كبار السن واستخدام نصوص التاريخ، وهو اختصاصي الذي حاولت أن أفهم هل كان الوردي مؤرخا أم عالما اجتماعيا.